وسط الأسلحة تصمت القوانين، هكذا قيل في وصف الحرب التي لم تعد حدثا عسكريا فحسب، وهي تتخذ أكثر الوجوه قتامة وسوادا لتلتهم المدن والإنسان والأرواح وتدمر نظم العيش الاجتماعية القضائية منها والأخلاقية والدينية. حرب يخسر اليمنيون فيها، وهي تلقي بظلالها الثقيلة على المزاج العام للناس، لتبدأ معها سلسلة من العنف المزدوج الذي ظهر على هامشها، فغاب القانون وحضرت الهمجية بديلا عنه منذ أن غابت الدولة وحضرت العصابة. يعيش اليمنيون تفاصيل يوميات الحرب، وتظهر على حياتهم أحداث لم يألفوها ولم تكن يوما في حسبانهم. اليمن كبلد يعاني أطفاله من سوء التغذية، والأخطر من ذلك تحضر جماعات هي الأخرى تعاني من سوء تغذية الأفكار، محملة بعنف أو عنف مضاد يخسر معه الإرث المدني والديني معا، وكذلك السلم المجتمعي. فأكثر ما يمكن حصره من الدمار المادي الناتج عن الحرب وتداعياتها التي كان الانقلاب سببا رئيسيا فيها، هو ذلك الدمار الذي يطال المجتمع وتجريف التراكمات المتعلقة بمدنية الدولة. ثقافة التفجير والتدمير انتقلت كأسوأ ثقافة كانت محمولة على ظهر صرخة الميليشيا، التي انتقلت من أول صرخة في شمال الشمال إلى ساحل عدن وأودية تعز وسهول تهامة، لتجهض أحلام اليمنيين في بلد يتسع لمساحة من الديمقراطية والحرية التي كانت حاضرة في أبرز مراحلهم النضالية لنصف قرن مضى، باعتبارها إحدى اللافتات العريضة التي حضرت في ثورتهم الأخيرة ووثيقة الحوار. يحرص اليمنيون على الحفاظ على فكرتي العدالة والدولة والحقوق العامة وإدانة الجريمة أيا كان مصدرها، كسلاح أخير للحفاظ على وجودهم الإنساني في مواجهة التطرفات الناشئة عن غياب الدولة تحت مسميات غريبة عن اليمنيين.